في السيشن دي هنتكلم عن ازاي نحسب الباك فيلنج بتاع الرتم بتاع الخرسانات القواعد بتاعه الاستراكشر. فالمشكله دي هي تخص سيفل انجينيرز اكتر، ولكن المشكله الاساسيه هي مشكله جيومتري او مشكله برمجيه. لو انا عندي موديل بالمنظر ده للقواعد وانا عايز احسب كميات الردم اللي هردمها فتفل الجابس اللي ما بين القواعد دي، هعمل الكلام ده ازاي؟ اول حاجه عشان الورك فلو بتاعي يبقى مظبوط لازم انا اديله الحدود بتاعتي اللي هفل عندها، يعني الحفره بادئه من فين، فلازم اديله لاينز جايدنج لاينز ان من اول هنا في ردم لحد هنا، واحسب لي بقى انت المساحه اللي انا مفروض اردمها. طيب اول حاجه لازم استدعي كل الاليمنتس دي جوه الداينامو عشان ابدا اشتغل عليها جيومتريكال اوبريشن، لان واضح ان دي ما فيهاش اي بارامتر يقول لي حواليها عامل ازاي، وزي ما قلنا ان في حاجات متداخله والمتداخل مش عايز احسبه مرتين، لا انا هحسبه مره واحده، وبالتالي فانا عايز احسب الفوليوم بتاع الباك فيلنج بالطريقه دي. فاول حاجه هقول له سيلكت موديل اليمنتس، وهروح اختار الموديل اليمنتس اللي هي كل القواعد بتاعتي بالمنظر ده. هل انا محتاج الخطوط دي او محتاجها؟ فهقول له select model elements تاني، وهقول له والله انا عايز تاخد كل الخطوط دي، ولكن هو selection ما ينفعش يشتغل على، يعني ما ينفعش select حاجة من هنا وselect حاجة من هنا في نفس الوقت، وبالتالي هختارهم كلهم واقول لهم isolate element temporary isolate select all elements. خلاص اخدت الاربع حوائط، رجع ال temporary isolate. الطريقة دي عملت select للخطوط لوحدها وselect للقواعد لوحدها. بعد كده مفروض ان احنا نعمل زي ما عملنا قبل كده، ان احنا نجيب القواعد دي نحولها لجيومتري وندمجهم كلهم مع بعض عشان نحسب مساحتهم كلهم مع بعض. ليه انا بعمل كده؟ لاني انا بالطريقه المانيوال زي ما اتفقنا ان انا بمشي مع الريفت في المانيوال، هعمل ايه؟ هحسب المساحه الكليه بتاعه منطقه الرد والقواعد جواها، واحسب مساحه القواعد لوحدها، والعمليه تبقى بسيطه جدا، هطرح دي من دي وهعرف الباك فيلنج هيبقى قد ايه. طيب فانا دلوقتي هبدا احسب او احول كل القواعد دي لجيومتري، بحولها بالمنت دوت جيومتري، وبعد ما احولها الاليمنت دوت جيومتري انا عارف ان هيطلع لي هنا ليست فيها سب ليستس عشان كل قاعده هتطلع لوحدها. ممكن هنا ابدا اقول له اول حاجه اعملها لي فلاتن لان انا مش محتاج الداتا ستراكشر ده، وبعد الفلاتن ابدا اقول له اعملها لي يونيون، ويونيون دي اللي هي تاخد سوليدز وتديني 1 سوليد، فانا كده دمجتهم مع بعض بحيث يبقوا سوليد واحده بس، يبقى كل القواعد دي بتعبر عن شكل واحد بس. ليه بعمل كده؟ لان السوليد الواحد ده اقدر اجيب منه الفوليوم بتاعه. سوليد هات لي الفوليوم، هيجيبه لي بكل بساطه، وهو ده اللي انا عايزه. عايز اعمله في القواعد اللي هي مجتمعه مع بعض، وعايز اعمله للمساحه كلها اللي هي مفروض تتردم. طيب اعمله ازاي بقى المساحه كلها المفروض تتردم عشان اطرحهم من بعض؟ انا هنا عندي الخطوط اللي بتمثلهم اللي حواليها، طبعا انا لسه الخطوط دي ماسكها مش جيومتري، الخطوط دي هي ريفت اليمنتس، انا مسكت حاجه من ريفت، ريفت اليمنتس مش جيومتري، لازم برضو امشي عليها النود بتاعه اليمنتس جيومتري ويحول لي الخطوط دي كلها لجيومتري زي ما احنا شايفين، وهيطلعها لي برضو بالداتا ستراكشر دي. وقلنا لان كل خط او كل اليمنت بيحوله ممكن يتوقع ان جواه اكتر من شكل او اكتر من جيومتري مرسوم، فيفككوا لكل الجيومتري الاساسي بتاعه، وبالتالي هعمل عليها برضو فلاتن، هيطلع لي الجيومتري لاينز بالمنظر ده. طب انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اللاينز دي اعمل بيهم بوكس. طيب البوكس هعمله ازاي؟ اول حاجه لازم اعمل لهم جوين الاول، يبقوا بولي كيرف عشان يريحني وانا بعمل الاكستروجن او بكريت اي باوندري او اي سوليد منهم. فهعمل الباوندري بتاعهم ازاي؟ اخليهم بولي لاين ازاي؟ في عندنا كيرف دوت جوين، واتفقنا كيرف دوت جوين دي بتاخد كيرف منهم والباقي وتطلع لي بولي كيرف. طب انا ازاي احول؟ ممكن اقعد استدعي الواحد بس ومن الواحد للاخر، او ممكن استعمل ليست ديكونستراكت، ليست دوت ديكونستراكت بتطلع لي، تاخد ليست تطلع لي اول ايتم لوحده والباقي مع بعض، ودي بتتوصل في دي دايركتلي بالمنظر ده.
وهاجي ابص الاقي فعلا طلع لي بولي كيرف. طيب من المنطقه دي ابدا اعمل ايه؟ اول حاجه لازم البولي كيرف ده اعمله اكسترود، تمام؟ لازم البولي كيرف ده اعمله اكسترود. طيب هعمله اكسترود باي قيمه؟ يعني منين لفين بيتعمل له اكسترود، وايه النود اللي بتعمل له اكسترود؟ اول حاجه انت لازم تعمله اكسترود من اسفل السيرفس بتاع القواعد لحد التوب بتاعها. طب انت تعرف المعلومه دي ازاي؟ كنا اخدنا حاجه في الباوند بوكس بتقول لك ان انت لو عايز تعرف المينيمم بوينت والماكسيمم بوينت تعرف تحط الشكل ده كله في باوندنج بوكس، والباوندنج بوكس هيقول لك الشكل ده مرسوم اسفل نقطه فيه فين واعلى نقطه فيه فين. وفعلا عشان نعرف المعلومه دي لازم احط السوليد بتاعي في الباوندنج بوكس ده. فهروح اقول له باوندنج بوكس، هيقول لي باي جيومتري. انا هدخل لك جيومتري تديني باوندنج بوكس بالمنظر ده، والباوندنج بوكس بتاعي هقول له هنا هسيرش على باوندنج بوكس، هيقول لي في عندك باوندنج بوكس دوت مينيمم ودوت ماكسيمم، وهستعمل التو نودز ماكسيمم بوينت والمينيمم بوينت، وهنا هيطلع لي البوينت. البوينت دي عايز اجيب منها ايه؟ هروح اجيب من البوينت دوت اكس واي زد، انا هختار الزد، انا عايز اطلع الماكسيمم زد هنا والماكسيمم والمينيمم زد من هنا، بحيث تبقى الاكستروجن بتاعي يمشي ما بين القيمه دي وما بين القيمه دي، هي القواعد في الرينج ده. لاحظ ان الماكسيمم بوينت على الزيرو بتاع الليفل اللي عندي او الزيرو بتاع الجيومتري اللي هو الكوردينت سيستم بتاعي، والبوينت اللي هي المينيمم ماينس 45 لتحت. وات ايفر، انا هلتزم بالكوردينيشن ده لانه هتلاقيه مظبوط مع الريفت كوردينيشن. فانا دلوقتي الخط ده عايز ارسمه من الليفل، من اللي هو من الليفل يبقى الزيرو بتاعه ماينس 45 ويطلع لحد ما يماتش الزيرو، وده واضح ان هي قيمه زيرو لان 3.6 اس ماينس 63، فهي قيمه صغيره جدا اللي هي تقول للصفر. طيب نعمل الكلام ده ازاي؟ اول حاجه هدور على النود بتاعت الاكستروجن. فهدور لو انا عايز اعمل اكستروجن فلاقي هنا بيقول لي اكسترود كيرف از سوليد، بتدي له كيرف ودايركشن يديك سوليد، وهنا بتدي له كيرف وديستنس بيديك سوليد. طيب انا عايز كيرف ودايركشن وديستنس، بس ده بيديك سيرفيس، لا انا عايز السوليد. هتلاقي واحده هنا بتدي له برده كيرف ودايركشن وديستنس وبيديك السوليد، هو ده اللي انا هستعمله. انا عندي هنا ايه موجود؟ انا عندي هنا الكيرف، ولكن انا مش متاكد الكيرف ده موجود في يعني موجود من تحت، يعني موجود على ماينس 45 ولا موجود على الزيرو. فانا لازم عشان اديله اكستروجن لازم اعرف هو موجود فين اصلا، ولازم ارفعه لنقطه معينه. فانا هعمل حاجه ظريفه جدا، هروح للبولي كيرف ده واقول له والله انا عايزك تروح لاسفل الشكل اللي عندي ده وتبدا تطلع لحد فوق. فانا عايز انقل البولي كيرف ده يبقى مرسوم على اسفل الشكل اللي عندي اللي هي اسفل القواعد. هعمل الكلام ده ازاي؟ مفيش طريقه سهله ان انا امسك اللاين ده واقول له امشي بمسافه فلانيه لتحت، لا انا عايز اسقطه على المستوى بتاع النقطه اللي هي المينيمم بوينت. هل في عندنا حاجه في الداينامو تقول لي في اسقاط؟ في حاجه عندي اسمها بروجكت، ودي بتعمل لي اسقاط سواء لنقطه او لكيرف، وبتحتاج منك الكيرف اللي انت عايز تسقطه والمستوى او الجيومتري اللي انت عايز تسقطه عليه والدايركشن، يعني يمشي في اي دايركشن لحد ما يسقط على الشكل ده. فهختار النود دي وهبدا اشوف الريكويرمنتس. اول حاجه الكيرف بتاعي اهو، انا عايز الكيرف ده. طب البيس جيومتري ايه اللي انت عايز تسقطه عليه؟ والله انا عايز اسقطه على الجيومتري اللي تحت خالص. ايه ما عندكش جيومتري تحت، انت عندك سيرفيس ممكن تجيبه، ولكن السيرفيس برده مش هيسقط، لا الافضل ان انا اسقطه على مستوى على بلين، والبلين ده يبقى متكون او بيزد على النقطه بتاعه المينيمم بوينت، يعني نقطه المينيمم بوينت اللي عندي اللي هي اسفل نقطه اسفل القواعد يبقى فيها مستوى، المستوى ده اللي يسقط عليه الشكل بتاعي. فانا هروح اقول له هنا بلين باي اورجين اند نورمال. الاورجين بتاعي اللي هي هتبقى النقطه دي، فهو هيترسم بيزد على النقطه دي، والنورمال بتاعي هو باي ديفولت 0 0 1 1، يعني بيبص لفوق، يعني النورمال بتاعه الزد بتاعها بواحد فبيبص لفوق، فالنورمال عمودي على المستوى فالمستوى افقي. ولو دوست ران برده عشان اسيميوليت المستوى هتلاقيه بالمنظر ده، لو جيت مسكته هو ده، والنورمال اهو العمودي على المستوى. طيب بعد كده عايز اعمل ايه؟ لا انا عايز بقى اوصل اللي هو البيز جيومتري ده، اهو قلت له خد النورمال ده
خد المستوى ده هنسقط عليه. طيب يقول لي طب الدايركشن بتاعك انت هتسقط الرسمة دي او الخط بتاعك كيرف بتاعك على الدايركشن، يعني امشي لتحت ولا امشي فوق لحد ما الاقي المستوى اللي انت قايله لي. فطبعا اللي هنا محتاج فيكتور طالما قال لك دايركشن، فانا هقول له لا امشي لتحت عشان انا عارف ان النقطة دي اسفل الشكل بتاعي، وبالتالي فانا هقول له هنا هات لي فيكتور باي كوردينيتس، والفيكتور ده باي ديفولت 0 0 وزد ب 0، لا انا هقول له الزد بماينس 1 عشان يمشي بالعكس، عشان يمشي في اتجاه العكسي فيقوم يحصل لي الاسقاط من فوق لتحت. وفعلا لو هنا قلت له رن وجيت ابص للريزلت هتلاقي رسم لي لاينز تانية على المستوى اللي تحت. هعمل نفس العمليه دي كونستراكت وبعدين الكيرف جوين عشان يعمل لي، وبعدين هقول له رن هيطلع لي البولي كيرف بتاعي. بعد كده هحط البولي كيرف ده اللي انا عايزك تعمل له اكسترود السوليد، وتعمل له في الحاله دي الدايركشن بتاعي هيبقى فيكتور باي كوردينيتس ولكن اكس 0 واي 0 الزد هيبقى بواحد. ليه؟ لان انا عايزك في الحاله دي تطلع لفوق، انت اسقطته لتحت، وبالتالي لما انت تيجي تعمل له اكسترود عشان تطلع منه سوليد فانت لازم تخليه يطلع لفوق، تعمل اكستروجن لفوق. الديستانس يمشي قد ايه؟ يمشي بفرق المسافه دي من المينيمم للماكسيمم، هي دي فرق المسافه اللي انا عايزه يمشيها، وبالتالي فهقول له هنا x minus y يطلع لي البيور ديستانس. وطبعا عشان ال x minus y ممكن احطه ابسلوت، يعني اقول له لو ماينس خليها بلس بحيث ان انا ما اقعدش، ممكن اخلي x يعني يتبدلوا مع بعض. فهنا اقول له ايه؟ ممكن اقول له absolute بحيث ان اي value يطلع لي بالabsolute value، واي يعني اجيب الفرق ما بينهم من الاخر. وبعد كده انا عايز الديستانس بتاعي يطلع بالمسافه دي، فهقول له شوف هو الديفولت فاليو 1 فلما دوست ران طلع 1، لا انا هقول له انا عايزك ماينس 45. شوف طلع مساحه المفروض مساحه الردم وغطت الاواعد، ولو عندنا سوليد في الاخر هو ده اللي احنا عايزين نوصل له. بعد كده ببساطه خالص هروح اقول له طب سوليد فوليوم قد ايه، خد النوت دي وكبيرها واقول له طب السوليد بتاعي الحجم بتاعه قد ايه، هيقول لك الردم كله لو مفيش اواعد هيبقى 19 متر مكعب 0.71. فانت لو عايز تجيب الباك فيلينج بتاعك هتقوم طارح x minus y تاني وتطرح المساحه اللي هي الكبيره كلها اللي هي 19 ماينس المساحة الصغيرة، وتقول له run هيديك الباك فيلينج بالظبط هيكون قد ايه. وكل ده حسابات جيومتري وحسابات مش داخلة خالص ببارامترز بتاعت الريفت، لا انت بتوفررايت على كل ده وبتعلي على البارامترز بتاعت الريفت وبتقدر تحسب الفاليو دي، وممكن تدخلها بقى في البروجكت انفورميشن تحطها في شيت اكسل تعمل بيها اللي انت عايزه بعد ما تلاقي المساحة دي.